علي مش هيرجع يا عمي، علي مات. عرفت ازاي ان علي مات؟ تاني يوم ما علي اختفى عرفت ان هو اتخطف، مش تايه يعني زي ما كنا فاكرين. اللي خطفوه كلموني وطلبوا فدية، فكرت ابلغ البوليس بس هم هددوني ان هم هيقتلوه لو بلغت، وفعلا حضرت الفلوس واستنيت. كلموني تاني حددوا مكان وميعاد التسليم، كنت خلاص هروح وادفع لهم الفلوس، بس فجأة كده جالي احساس ان هم ممكن ما ينفذوش اللي هم قالوا لي عليه وما يرجعوليش علي، وساعتها مش هعرف اعمل معاهم اي حاجة، وهم عصابة وانا لوحدي، وضيع عليا فرصة ان البوليس يرجع لي ابني. بلغت البوليس وطمنوني وقالوا لي اروح في الميعاد وان هم هيعملوا كمان وان شاء الله علي هيرجع. معرفش ازاي حسوا ان البوليس في المكان، بدأوا يهربوا والبوليس يطاردهم، وفي الاخر ما عرفوش يمسكوا اي حد منهم. وتاني يوم البوليس كلمني قالوا لي ان هم لقوا جثه علي، وطلبوا مني ان انا اروح المشرحه عشان اتعرف عليه. دخلت لقيته زي الملاك، مفضلش حاجة تفكرني بيه غير السلسلة. انت ليه ما قلتلناش على كل ده من ساعتها؟ البوليس هو اللي طلب مني ما اجيبش سيرة لحد عن موضوع الخطف ده لحد ما يرجعوه، بس يا ريتني ما بلغت البوليس، يا ريتني سلمتهم الفلوس زي ما طلبوا على طول. البوليس طلب منك انك ما تجيبش سيرة ان علي اتخطف، لكن ما قالكش انك تخبي علينا انه مات. ازاي تحرم ام من انها تودع ابنها؟ ازاي تسيبنا السنين الطويلة دي كلها احنا بندور على سراب؟ عشان ما عرفتش اقول لها انه مات، ما قدرتش اغامر واقول لها، خفت يحصل لها حاجة وتضيع مني زي ما علي ضاع. ما انتش خايف عليها دلوقتي لما تعرف ان حسن ده ما هوش علي؟ ما هي مش هتعرف لو محدش قال لها. انت متصور ان التمثيليه اللي اتعملتها دي هنعيش فيها ونصدقها على طول؟ ما اكيد هيجي وقت وهتعرف ان حسن ده ما هوش علي زي انا ما عرفت الحقيقه دي. ما انا اتفقت مع حسن ان شويه هو هيسافر، وكل علاقتها بيه هتبقى عن طريق التليفونات لحد يعني ما تتعود على عدم وجوده، وبعد كده نبقى نقول لها انه عمل حادثه ومات. طب ايه رايك انها مصره تسافر معاه؟ هتتصرف ازاي بقى؟ انا هخلي حسن يرفض، يقول لها اي حاجه، يقول لها انه مش عارف يركز في الدراسه، انه عايز يستقل بنفسه مثلا. وطبعا حضرتك هتساعدني ان احنا نقنعها انها ما تسافرش. عم انا عارف ان انا غلطت، وان لما حبيت اصلح الغلط عملت غلط اكبر، بس انا عايزك تعرف حاجه واحده بس، انا كل اللي عملته ده عشان الهام بحبها وبخاف عليها. اللي يحب حد ما يخدعوش. عمي انا سيبني دلوقتي، انا عايز اقعد لوحدي وافكر بهدوء اشوف انا هتصرف ازاي. كل مرة كنت بعمل فيها حاجة غلط وأدخل نفسي في مشكلة ولاقيكوا زعلتوا بعديها، كنت بقول يا عم دول بيأفوروا، حصل إيه يعني الكل ده؟ عشان كده كنت بعمل كل اللي أنا عايزه وأجرب كل اللي نفسي فيه، وعمري ما كنت ندمان. المرة دي هي المرة الوحيدة حاسة قد ايه انا اذيت نفسي بجد.
حاسس زي ما اكون عملت حادثة بالموتوسيكل، وقالوا لي مش هينفع تسوق موتوسيكلات تاني. انا حاسة بيك يا مروان، وعارفة قد ايه ده احساس صعب. لا انت عمرك ما هتحس باللي انا حاسس بيه لينا. المرة الوحيدة اللي احب فيها بنت بجد المفروض عليا اني اسيبها واروح اتجوز واحدة تانية ما بحبهاش. مش ممكن ده يكون نفس السبب اللي تعبني انا كمان؟ انت ما بتحبيش مالك؟ يبقى ما تتجوزوش. تبقى عبيطة لو عملتي غير كده كمان. وتفتكر الموضوع بالسهولة دي؟ أيوة بالسهولة دي. لو كنت مكاني كنت عرفتي قد إيه الموقف اللي أنت فيه ده سهل أوي. أنت لسه عندك فرصة تختار يا لينا. متتجوزيش حد ما بتحبوش. مش زي خلاص. انت ليلى عرفت؟ ما كلمتهاش من ساعتها، بس اكيد فايزه قالت لها. حتى لو فايزه قالت لها يا مروان، لازم انت تتكلم معاها بنفسك وتحكي لها. لازم توضح لها انت ليه مضطر تعمل كده. روان، انت طول عمرك بتهرب، دي اول مره احس ان انت عايز تواجه فيها. حبيبي لازم تروح تتكلم مع ليلى وتحكي لها. هي من حقها عليك انها تعرف منك انت، ولا من فايزه ولا من اي حد تاني. انت رايح تقوله على كل حاجه يا حيوان؟ يا باشا والله العظيم ما قلت له حاجه، هو اللي عارف كل حاجه لوحده. قمت اعترفه زي الاهبل. وانت فاكر يعني انه كان هيسمع عليا يا باشا؟ انه كان هيدخلني السجن. السجن ده حاجه قليله جنب اللي هعمله فيه. طب وانا ذنبي ايه؟ ذنبك انك مش مركز، خليته يكشفك. يا باشا انت كل اللي بتقوله لي انا بعمله. انا بقى غلطت في ايه؟ فين الغلط؟ الغلط ان انا اعتمدت على واحد حمار زيك. طب والعمل ايه طيب يا باشا؟ تلم هدومي وامشي. تلم هدومك وتمشي؟ انت ما تتحركش من هنا غير لما اقول لك. انت فاهم؟ ايوه يا فريد، عايزك تهدى كده وتسمعني كويس. محمود كشف حسن. انت السبب. خلي خلافاتنا على جنب دلوقتي يا فريد. اللي هيقع مننا هيقع تاني. لازم نقتل حسن. ما ينفعش. ما ينفعش يا فريد الكلام ده دلوقتي. حسن لو حصل له أي حاجة محمود أول واحد هيبلغ عننا. والعمل؟ المهم نخلي بالنا من تصرفاتنا الأيام اللي جاية دي. وتخلص من المادة المتخزنة. وبسرعة. من النهارده محمود مش هيثق فيا ابدا. وصدقته يا عمي؟ الحزن اللي شفته في عينيه وهو بيحكي لي على موضوع موت علي خلاني اصدقه. وبعدين بصراحه الحكايه بشكل ده منطقيه اكتر. احنا بقالنا سنين طويله قوي عمالين ندور وما وصلناش لحاجه. مش شرط. وعلى فرض انه ما بيكدبش وان علي مات فعلا. ايه السبب اللي خلينا نتاكد او حتى نصدق الفيلم اللي حكيهولك ده؟ طب هو هيكذب ليه في موضوع موت علي؟ ممكن يكون علي مات بطريقة تانية هو مش عايزنا نعرفها. وإلا قصة الخطف دي ليه ما وصلتنيش بالرغم من إن أنا كنت في الخدمة ساعتها؟ وأنت عارف يا عمي أنا كنت بتابع لحظة بلحظة مع الضابط اللي ماسك القضية. ماشي، هو بيقول إن علي مات، ليه ما سألتوش القبر بتاعه فين؟ ولا هو سابه يدفن في مدافن الصدقة؟ والله عندك حق.
أنا مش عارف إحنا هنوصل للحقيقة في الموضوع ده إمتى. هنوصلها إن شاء الله يا عمي، بس اللي أنا متأكد منه إن إحنا مش هنوصلها عن طريق راجي. عارف يا عمي، إحنا لو وصلنا لعثمان هيحل اللغز ده. طب افرض يا أخي عثمان ده مات سافر، ما عرفناش نوصل، إيه الحل بقى؟ إحنا ما قدمناش إلا إن فريد يعترف. أنا متأكد إن فريد عارف حاجة في الموضوع ده. عندك حق يا عمي، وأنا هعمل كل جهدي إن فريد يتوجه له اتهام في قضية قتل توفيق، ولما تقبض عليه ساعتها بقى أنا أخليه يعترف. إحنا بقى هنعمل إيه؟ هنجيب الخشب الأبلكاش ده؟ ده ماشي؟ ونحط عليه الرسمة دي، الرسمة دي ماشي؟ وكل واحد يمسك قلم رصاص، امسكوا قلمكوا ماشي؟ وتحددوا عليه من بره كده بالشكل ده، واي فتحه بقى في البتاع تحددوا جواه، يعني هو مثلا دي فتحه حددوا جواه او اي حاجه من الحاجات دي. ماشي، لحد ما ايه، ما تكونوا الرسمه دي كلها، تقوموا شايلين ده وتسيبوا لي الابلكاشه دي، او ما انا مقطعها بقى بالمنشار الاركيد ده وبعد كده نلونها. ماشي ماشي. طيب اعملوا انتوا كده لحد ما اجي لكم. يا كيو، يا حبيبي، مالك قاعد مساهم كده ليه؟ مفيش يا ابو علي. وقول له مفيش يا ابو علي، في ايه مالك؟ اللي مضايقك تخبى عليا يالا؟ ابويا وحشني قوي، احنا مش هنروح نزوره في التراب. الحاجه الوحيده اللي ينفع نعملها مع ابوك ان احنا نقرا له الفاتحه. مدعي له بقى ان ربنا يسامحه على كل اللي عمله. وانا وشي فقري يا حسن؟ قد الهبل اللي انت بتقوله. كان على طول ابويا بيقول لي كده، بيقول لي انت اللي موت امك. امك ماتت عشان تعبانه، ما ماتتش بسبب حد، ولو ماتت بسبب حد فهو بسبب ابوك. قعد يشحططها ويمرمطها وراه في السجن ويشغلها ليل نهار، وحتى بعد ما خرج من السجن بيزلها ويضربها. الله يرحمها. هي كانت طيبه؟ طيبة أوي يا كريم، أوي، كان قلبها أبيض، كانت بتسامح أي حد عادي، حتى أبوك كانت بتسامح. على فكرة ده كريم، أنت شبهها أوي. أنا مش عايز أرجع الحتة دي تاني، العيلة يقعدوا يعيروني ويقولوا لي كريم اليتيم. ومين قال لك إنك هترجع تاني؟ ومين قال لك يا ده إنك يتيم؟ كريم لأبوك وأمك. مش عاجبك؟ بص يا حسن، وراك فين؟ الراجل ده كان عندنا في البيت قبل الحريقة بيوم. متأكد يا كريم؟ اه والله. كان بيعمل عندنا في البيت، كانوا بيتكلموا في ايه يعني؟ ما تعرفش؟ أول ما جه ساعتها أبوك نزلني. طب خليك هنا يا كريم. بيتهيألي كده تمام. إيه الهام؟ الراجل ده شايف شغله ولا تعبك معاه؟ أنا أقدر يا باشا، أنا عينيا ليك ولا هانم. لا والله ما شاء الله عليه، ده حتى ما خدش وقت خالص. انا خلص يا هانم، تمرني بحاجه تاني؟ لا متشكره قوي. طب اقول لك ايه، استناني بره هوصلك في سكتي. مش تسلمنا يا باشا. ازيك يا باشمهندس؟ تمام تمام تمام. نجرب البروجيكتور. يلا. علي تعالى يا حبيبي شوف البروجيكتور. اشتغل اهو.
اه ما انا لسه كنت بشكر البشمهندس على تعبه معانا. لا تشكريني على ايه؟ ما احنا اتفقنا لو المفروض حد يشكر حد يبقى انا المفروض اشكركم. انكم يعني سامحين لي اعمل حاجه للاطفال دي. لا لا ولا شكر ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه. طيب احنا اطمنا على البروجيكتور، انا لازم امشي لسه الراجل اللي بره لازم اوصله. يلا حبسلكم، باي باي. تعرف المهندس ده بقالك كتير؟ لا مش من كتير، من فترة قريبة كان كلاينت عندي في الجاردن سنتر. اه اصلا ملاحظ انه ايه زايد في الجمعية هنا وبقاله كتير عاد بيجي. الراجل بيحب يعمل خير، اول ما عرف ان انا فتحت الجمعية جه عشان يساعد الولاد. يعمل خير. المهم قولي اخبار البنت اللي جت بدل ليلى ايه؟ تمام تمام. يعني ايه؟ هتعرف تتعامل مع الولاد؟ مش زي ليلى طبعا، يعني ليلى كانت ناصحه برضه وعارفه تتعامل مع الولاد كويس، مش سهل تلاقي واحده زي ليلى. انا اخر حاجه عايز اعملها دلوقتي اني ادافع عن نفسي قدامك. انا عارف اني غلطان، بس والله العظيم والله العظيم انا ما فاكر ازاي ده حصل. انا عارف انك ممكن ما تصدقنيش، بس انا متاكد ان انا لو كنت في حالتي الطبيعيه ما كنتش هعمل كده، والله العظيم ما كنت هعمل كده. ويحق للإنسان البحث عن أعذار لأفعاله بحجة اللاوعي. يعني إيه؟ يعني أنت بتعلق غلطتك على شماعة إن أنت ما كنتش في وعيك، عشان تخفف عن نفسك الإحساس بالذنب، وعشان الناس اللي حواليك تعذرك ويمكن يتعاطفوا معاك، صح؟ أنا ما يهمنيش الناس اللي حواليا عليا، أنا ما يفرقليش أي حد في الدنيا غيرك. بس اللي أنت عملته ده اسمه خيانة يا مروان. كنت في وعيك أو مش دريان، النتيجة واحدة، مش كده؟ نفسي اعرف لما انت اصلا معاها من الاول، طب ليه قربت مني؟ ليه خلتني؟ واكتر حاجه وجعاني ان انا كنت هتجنن واطمن عليك، وعقلي كان عمال يودي ويجيب هو مروان كويس؟ طب هو حصل له حاجه؟ المناديل دي ليك انت يا مروان. هتحتاجها لما تعرف ان كان في حد بجد بيحبك وخسرته. ليلى ليلى ما تسيبنيش، انا محتاج لك. جايز بسمة دي بتكذب؟ هو اللي اعرفه ان مفيش واحده ممكن تقول على نفسها حاجه زي كده الا لو فعلا تعرضت لتحرش. يوم ورا يوم بكتشف ان طول السنين اللي فاتت دي كنت مخدوع. مش ممكن يكون ده راجي اللي انا وثقت فيه واستأمنته على بنتي. امال هتقول ايه لو عرفت اللي عمله في الشركه؟ تخيل ان موضوع السرقه اللي اتهموني بيه ما كانش من ترتيب فريد لوحده؟ ايه؟ راجي كان له دخل بالموضوع ده؟ ايوه بس ما قالت لي كده، وكانوا عايزين يخلصوا مني عشان ما اكشفهمش، وده ملوش غير معنى واحد بس، كل اللي عمله فريد مع العمال او سرقه عربيه النقل كان بموافقه مستر راجي، ويمكن بتحريض منه كمان. كل الشكوك اللي كانت عندي واللي كنت بتمنى انها تفضل شكوك للاسف طلعت في محلها. طب حضرتك ناوي تعمل ايه؟ مش عارف،
بس بعد اللي عرفته أكيد مش هسكت. رميس. ها يا علي بيه. انت فاضي اتكلم معاك دقيقتين؟ طبعا اتفضل. وانت تعرف الباشمهندس اسامه زبون المشتل؟ اه طبعا اعرف كويس. بتعرف بيته؟ طب انا عاوزك توصلني ليه بكره. تحت امرك طبعا، بس يعني لا مؤاخذه في السؤال، يعني اشمعنى؟ رامز انا بطلب منك خدمه، هتعرف تنفذها لي؟ تمام، مش هتعرف تنفذها لي قول. لا 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 يا استاذ علي، انا تحت امرك. شوف لو عايز تتحرك بكره في اي وقت انا معاك. نروح بالليل، اكلمك قبلها. تحت امرك، بعد اذنك. رامز بقول لك ايه، عاوز الموضوع ده يبقى سري بيني وبينك، مش عايز اي حد تاني يعرفه. في بير متقلقش. بعد اذنك اتفضل. يعني خلاص يا جدو؟ علي مات؟ علي مات ومش هنعرف نشوفه تاني؟ بابي عارف بقاله 20 سنة ومخبي علينا. لا وكمان جايب لنا واحد غريب يقعد معانا في البيت، ولا نعرف ايه اخلاقه، ولا فارق له يسرقنا ولا يقتلنا ولا يعمل فينا حاجه. اهم حاجه ان كدبه ده ما يتكشفش، واكيد هو كمان اللي زور تحليل الدي ان ايه، وكان زعلان قوي من مروان ان هو مش مصدق. عارف يا جدو ايه اكتر حاجه مخوفاني؟ بابي من كتر ما كذب علينا بقيت حاسه ان حبه ليا طول السنين اللي فاتت دي هو كمان كان تمثيل. شوفي يا لينا، رغم اني لا يمكن اسامح راجي على اللي عمله، لما انا عايزك تتاكدي ان مفيش اب في الدنيا ممكن يكذب في مشاعره ناحيه ولاده. انا عايزك بقى دلوقتي تتماسكي كده علشان نفكر ازاي نقول للماما ونقول لمروان على الموضوع ده. مش معقول هنفضل مخبيين عليهم المده دي كلها. بس افرض مامي حاولت تنتحر تاني؟ انا هكلم الدكتور نبيل واساله ازاي نمهد لها الخبر. واكيد الطب النفسي عنده حلول للمشاكل اللي زي دي. طب ومروان؟ انا خايفه يعمل حاجه في حسن لما يعرف يعني ان هو مش علي. ايه؟ انت خايفه على حسن ولا ايه؟ لا لا طبعا يا جدو، انا خايفه على مروان يعمل حاجه في حسن ويضيع نفسه. على العموم احنا هنقول للهام الاول وبعدين نشوف رد فعلها هيكون ايه. بعد كده بقى نفكر ازاي نقول لمروان. انا المشكله دلوقتي في راجي. ماله بابي؟ راجي لازم يسيب البيت. معقوله يا بابا؟ من ساعة ما جيت وانت قاعد معلينا هنا؟ ما تقوموا كلنا نقعد مع بعض في الليفينج. والله يا عندك حق. يلا يلا يا لينا. تعالي يا لينا نقعد مع مامي. جدو انا مش قادرة، انا كويسة كده. ليه يا حبيبتي، في ايه؟ مالك؟ لا لا مالها، هي كويسة مفيش حاجة. المهم تطمنين انا على مروان عامل ايه. والله مروان يا بابا هو اللي مش كويس، حاولت اخرجه من اللي هو فيه بس مفيش فايدة. وانا داخل البيت شفته وحبيت اقعد معاه، لقيته بيتهرب مني وتسيبه على راحته. انت لو سبته هيفضل كده على طول، ممكن تتكلم معاه. طب يا حبيبتي انا هروح له، تعالي معايا. ازيك يا فوز؟ انا من ساعه ما جيت من السفر وانت ما بتتكلميش معايا، انت زعلانه مني؟ ابدا. هزعل منك ليه يا استاذ مروان؟ استاذ مروان؟ انت من امتى بتناديني كده؟ من ساعة ما عرفت اني كنت بضحك على نفسي وفاكره نفسي حاجه كبيره عندك.
يمكن تزعلها او تلعب بحد من ولادها. كنت بزعل من البيت نهل لما كانت بتقولي انت مجرد خدامه في بيت الرفاعي. كنت بتخانق معاها واقولها لا انا ام تانيه في البيت ده. بس انت بقى مرعون عرفتني حياتي وشلت السترة اللي كانت مغمية عندي وعرفت ان ناهد عندها حق. فوز انا ما كان الف مبروك على الجواز. تتهنى انت وعروستك وتملوا البيت ده فرحة الاستاذ راجي ومدام الهام. مامي. ايوه يا قلب ماما. انا متوتره قوي. مفيش حاجه تخليكي متوتره، اهدي كده. وبعدين ايه الحلاوه والجمال اللي انت فيهم ده؟ شفتي شعري؟ شعرك يجنن، كلك على بعضك تجنني. انا خايفه لما يجوش. ايه يا حبيبتي الهبل اللي انت فيه ده؟ دول خلاص على وصول. واسمعي بقى، انا عايزاكي واثقه من نفسك وراسك دي مرفوعه لفوق. هو بابي لسه ما نزلش؟ لا، قال هينزل لما يجوا. وسيبك منه بقى عشان انا ما صدقت انه هدي شويه. اوكي. قمر. Bobby, can you comb my hair? تعال حبيبي. You look sad. I'm fine. مفيش حاجة. هي ليه البارتي بتاعت أروى وما فيهاش ناس كتيرة زي بتاعت مالك ولينا؟ علشان احنا عملنا كل حاجة بسرعة ما لحقناش نعزم حد. ليه عملتوا كل حاجة بسرعة؟ أنا خلصت. مروان. يا أهلا يا أهلا. مساء الخير. إزاي حضرتك يا عمي؟ اتفضل. مبروك يا رنس. لومي حبيبتي. الله يبارك فيك. مش بس اخوات واصحاب، بقينا نسايب كمان. ازيك يا اهلا يا راجل. ازيك؟ اهلا. اهلا يا راجل. الف مبروك يا شاب. الله يبارك فيك. اتفضل. مبروك يا عروسه. مبروك. اتفضل. خش يا مروان، خش يا حبيبي. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبارك فيك. اتفضل. مبروك. خش يا عروسة، مستنية ايه؟ شفت يا مرمور؟ شفت عروستك قمر ازاي؟ كده المأذون وصل. نكتب كده بقى احنا كمان. اهلا يا شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل هنا يا مولانا. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. وبركاته. زيجة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. الله يبارك فيك. إن شاء الله. من العريس؟ من الشباب بتاعنا الحلوين دول؟ أهو أهو يا شيخنا. جميل. اهو العريس يا شيخ.
يا بنتي انت لسه قاعده نفس القعده دي؟ ما طول ما الصور دي على موبايلك مش هتعرفي تعيشي حياتك ولا هتقدري تنسيه. الصور دي لازم تتمسح يا لولا. الصور دي اخر حاجه بقى يالي منه. يا بنتي اللي بتعمليه ده غلط. انت فاكره يعني اللي هو قاعد دلوقتي عمال بيفكر فيكي؟ ما تفوقي بقى يا ليلى وانتبهي لروحك. ما يكونش هو قاعد بيكتب كتابه وهايص وانت عماله هنا بتصحي. انا هتجنن يا ناهد. في مليون سؤال بيدور جوه دماغي. اذا كان مروان ناوي يلعب بيا من الاول ليه جه وكلم خالته وقال لها انه بيحبني؟ طب ليه وقف قدام عيلته كلها عشان يبقى معايا؟ ليه عمل كل ده عشاني وفي الاخر خني؟ لان الرجاله كلهم خانين بطبعهم يا حبيبتي. دول لو ما خانوش البنت اللي بتحبهم يبقوا عيانين. والله العظيم ما في راجل يستاهل الحب. اه والله. عارفه انت مين بقى اللي يستاهل بجد انك تحبيه؟ المحشي. بالك انتي المحشية البتنجانية دي تنزل على قلبك عدل ترمه كده وتقويه، والكوسية دي يا لهوي احلى من الحضن اقسم بالله. هم وورق العنب يا سلام احلى والله العظيم من الجري تحت المطر وانتي ماسكه في ايد حبيبك. أبا أنا كده تحكي. ردي. مش عايزة أرد. هتنعزلي عن العالم يعني؟ بقولك ردي. ألو؟ إيه؟ بجد؟ ده حصل امتى؟ بكره تمام ماشي اوكي. مع السلامه. قالك ايه؟ قالك ايه؟ خلاص قولي. انا سألت في شركه الاعلانات. مبروك يا لالا. يا مشرفنا اهو الزهر لاعب اهو. يلا لازم نحتفل والنبي. يلا يلا. لا لا سيبيني. يلا يا لولا بس تعيش. أنا لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأحوال. رايح فين؟ عندي مشوار كده لازم أخلصه. مشوار إيه؟ احنا نخلص الحفله وانا ومالك هناخد مروان وارو ونخرجهم. لازم تيجي معانا. لا مش لازم ولا حاجه. اديكي قلتي بنفسك انت ومالك ومروان وارو. انا ايه لازمتي بقى؟ ايه اللي هيحشرني وسطكم؟ اجي عزول يعني؟ انت عمرك ما كنت عزول وانت عارف كده كويس. طب مالك شكل عروسك؟ معلش لينا سيبينا على راحتي. سلام. كان عايز منك ايه؟ ما كانش عايز. انا كنت بقوله يجي يخرج معانا. وعمال يبص لك كده ليه؟ بيبص لي ازاي يعني؟ لا انا اللي بسالك تجاوبي. لا حقيقي مش فاهمه. اخو بيبص لاخته هيبص لها ازاي يعني؟ ما هي دي لو نظرات اخ لاخته طبيعيه. انا ما كنتش سالتك. تقصد ايه؟ قصدي ان علاقتكم ببعض والطريقه اللي بتتعاملوا بيها فيها حاجه مش مريحاني. لا انت اكيد اتجننت. لا انا ما اتجننتش. اللي انا بكلمك فيه ده انا مش ملاحظه امبارح ولا النهارده. ده بقى لي فتره كبيره جدا وعمال اكدب في نفسي. لكن لو الوضع بقى هيستمر على كده يبقى في حاجه غلط. في حاجه غلط فعلا. ان اكون مرتبطه بواحد بالمنتاليتي دي يبقى في حاجه غلط. يعني ايه؟ يعني انا كنت غلطانه لما قررت ان احنا نرتبط ببعض وهصلح الغلطه دي حالا. اتفضل.
عايزني اجي معاك؟ لا لا تمام. لو عايز انت تروح هات المفاتيح وروح انت. وارجع بجمل يعني ولا ايه؟ مش فاهم. Sweet.